السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع شجرة الموز الصومالي بقلب السطل، والشجرة هاي نقدر نزرعها سواء بسطل أو بحوض زريعة أو بالأرض المستدامة. أهم شيء نوفر لها المياه ونوفر إلها التربة الخصبة حتى الشجرة تكبر وتعطينا ثمار. خلينا أشرح لكم أهم المعلومات عن شجرة الموز. هاي الشجرة بدها جو استوائي، بدها جو معتدل، يعني إذا كنا إحنا بمصر نقدر نزرع هاي الشجرة وين من كان، لأن مصر جوها أفريقي. أما إذا كنا إحنا بسوريا أو كنا بلبنان لازم نزرعها بمكان يكون دافي. وين هذا المكان يتوفر؟ يتوفر على السواحل وعلى شواطئ البحار، لأنه ما يصير في صقيع، ودائما على شواطئ البحار تكون الأرض منخفضة. يعني هاي النبتة بدها حرارة وبدها رطوبة وبدها دفى. نبتة الموز بالشتوية بداية الشتاء أوراقها تبلش تصفر وتتشقق وتبس، وتظل النبتة ثابتة ما تنمو ولا سنتي واحد لمقتبل فصل الربيع. تبلش النبتة تعطي نمو ودفع سريع جدا، وتعطينا أوراق كبيرة خالية من التشققات، خالية من الأمراض، وتبلش تعطينا ثمار. تظل الثمار على الشجرة تقريبا حتى نهاية فصل الصيف أو منتصف فصل الصيف، نبلش نحوش الثمار وننزلهن على الأسواق. بعدين الشجرة شو نعمل بيها اللي شلنا عنها الثمار؟ نقطعها من الوسط ونربي الخلفة الصغيرة اللي تنبت تحت ساق الشجرة. هاي الشجرة الصغيرة الخلفة اللي ربيناها تحت الشجرة الأم راح تعطينا ثمار أيضا منتصف فصل الصيف، ومجرد ما شلنا عنها الثمار نرجع نقصها ونرجع نربي الشجرة الصغيرة اللي طالعة تحت ساق الشجرة اللي شلنا عنها الثمار. يعني كل شجرة نشيل عنها الثمار نقصها، السنة اللي بعدها مجرد ما شلنا الثمار عن الشجرة الأخرى أيضا نقصها، وهلم واجر تكاثر شجرة الموز. هاي الشجرة إذا بدنا نزرعها من خلال الخلف نقدر نقلع الخلفة وننقلها على أرض المستدامة أو بقلب سطل، أو بإمكاننا نشتري الشتول من المشتل. وهاي الشجرة لا تحتاج تطعيم ولا تحتاج أي نوع من التقويات أو أي نوع من الأسمدة. أما إذا توفر عندنا أسمدة نقدر نضيف لها حديد وسماد MBK.